ليش نستكثر عليه يصير مثلا زعيم بالمستقبل؟ ما له علاقه. انا جاي اقول لك السوداني سيتحول الى زعيم شيعي وسيحصل على ولايه ثانيه، نعم او لا؟ لا، ما مو بهالطريقه. ها لا، تشكيل الحكومه يحصل على حقيبه ثانيه مره ثانيه. نعم هنالك احتمال كبير يكون رئيس وزراء دورة ثانية. انتخابات مجالس المحافظات ستؤجل ولن تجرى هذه الانتخابات دون رضا التيار الصدري. انتخابات جارية في موعدها المحدد شهر 12. رضا التيار ما رضى؟ لا، ما له علاقة التيار الصدري. مو مسوي الانتخابات غصب عنه. يريد يشترك. لا، هو قوة سياسية محترمة لها تأثيرها ونفوذها بالبلد، مو بهالطريقة هاي. العراقيون خسروا كثيرا لانهم لم يدعموا ترشيح الزرفي لرئاسه الوزراء. بعد صارت شيء تاريخي. يعني اي للتاريخ، شو تقول؟ يعني اكيد بالتاكيد اكو كانت رغبه وقوه كبيره لاحداث تغيير، ما تاحت لها الفرصه. خسروا؟ يعني العراقيين اكيد خسروا. طبعا. راجع لها لو لا؟ ان شاء الله البركه بالموجودين. ورا ما يروحون الموجودين. ندعم الموجودين لدوره ثانيه. الزعامات السياسية ستتصارع وستأكل الزعامات الكبيرة الزعامات الصغيرة. ماكو شي توجهات. عداء أمريكا خرافة ومن يخاصمها نهارا يغازلها ليلا. لكن شوف، الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، ليس من مصلحة حزب أو جهة سياسية أو دولة مخاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. وما الجسور سواء علنية أو خفية لا أعتقده معيبا على أي قوة سياسية. ماكو مصلحة. أنت لما قلتها ماكو مصلحة أحد مخاصمة الولايات المتحدة. ماكو مصلحة لا أحد. ماكو مصلحة؟ شو مصلحة يروح يخاصم الولايات المتحدة؟ مقاومة. وجهة نظر، بس أقول ماكو مصلحة. ماكو مصلحة. بلد مثل العراق حتى يستقر، حتى يأخذ مكانته، يحتاج تحالفات قوية. لازم يتحالف ويا الأقوياء. مو يروح يخاصم الأقوياء.